تعد الأضحية إحدى شعائر الدين الإسلامي التي أمرنا الله سبحانه وتعالى بتعظيمها، حيث تعد من أحب الأعمال الصالحة التي يتقرب بها المؤمن إلى الخالق وفق شروط يجب أن تتوفر في الأضحية وفي وقت محدد يبدأ من بعد صلاة عيد الأضحى إلى ثالث أيام التشريق. حول هذا الموضوع معنا عبر السكايب فضيلة الشيخ الدكتور صالح عبد الكريم، باحث شرعي أول في إدارة الأوقاف السنية. نرحب بك فضيلة الشيخ. بداية لو تحدثنا حول أهمية الأضحية في الجانب الشرعي. حياكم الله وبارك فيكم، أشكركم على هذه المشاركة، ولا شك أن هذا الموضوع موضوع عظيم، حيث يتعلق بشعيرة من الشعائر الظاهرة التي يفعلها المسلمون في أقطار العالم في عيد أضحى المبارك. هذه الشعيرة شعيرة عظيمة تربطنا بنبي كريم، ألا وهو الخليل إبراهيم عليه السلام. هذه الشعيرة أتت لفداء العنصر الإنساني، لفداء نبي كريم بذل روحه ومهجته، وهو إسماعيل عليه السلام. وقد خلد الله سبحانه وتعالى هذه الشعيرة العظيمة المباركة في كتابه في سورة الصافات، عندما ذكر الخليل إبراهيم عليه السلام لابنه إسماعيل أنه رأى في المنام أنه يذبحه، فقال: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. قال الله سبحانه وتعالى: فلما أسلم وتله للجبين. وناديناه: أي يا إبراهيم، قد صدقت الرؤيا، إن كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم. فدى الله سبحانه وتعالى إسماعيل عليه السلام بذبح عظيم، وجعلها شعيرة دائمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ليبذل الناس كل ما فيه رضا لله سبحانه وتعالى، وليستسلم الناس لأمر الله سبحانه وتعالى، ولينقادوا له. وقد عظم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الشعيرة وأمر الأمة بها وفعلها صلى الله عليه وسلم، فقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث يضحي 10 سنين حتى توفاه الله عز وجل، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بنفسه، كما جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ضحى بكبشين أقرنين أملحين، ذبحهما بيده وسمى وكبر صلى الله عليه وسلم، وكان يظهر هذه الشعيرة. ومما استلهمه أهل العلم أن هذا داخل في قول الله تعالى: فصل لربك وانحر. فالنحر الوارد في الآية هو هذه الشعيرة العظيمة التي يمتثلها المسلمون في جميع أنحاء العالم. نعم فضيلة الشيخ، ما هي أهم الواجبات والأحكام التي يجب أن يلتزم بها المضحي؟ المضحي الذي ينوي أن يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم عليه عدة أمور. الأمر الأول الإخلاص لله سبحانه وتعالى، أن يخلص بهذه الأضحية أنه يفعلها تقربا لله عز وجل وطلبا للتقوى. قال الله عز وجل: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. الأمر الثاني من يستر الله عز وجل وكان عنده سعة في الأمر، فعليه أن يعزم بفعل هذه الشعيرة تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم وامتثالا لأمر الله عز وجل. الأمر الثالث عليه أن يعلم أن هذه عبادة، والعبادة يقول العلماء لا بد لها من شرطين: الأول الإخلاص، والثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فعليه أن يتعلم أحكامها، أحكام الأضحية من حيث السن الشرعي، إن كانت من الغنم فلها سن شرعي معتبر، من الضأن 6 أشهر فأكثر، من المعز 1 سنة فأكثر، من البقر 2 سنين فأكثر، من الإبل 5 سنوات فأكثر، لا بد من سن شرعي معتبر. فلو خالفت الأضحية هذا السن فإنها لا تكون مجزئة ولا تكون معتبرة. كذلك ثمة عيوب نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، على المضحي أن يجتنب هذه العيوب، وقد بينها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر رضي الله عنه: فلا تجزئ الأضحية العوراء ولا العجفاء ولا الكثيرة ولا غير ذلك،
بل على المسلم والمسلمة أن يتخيروا الطيبة من هذه الأضاحي حتى يتقربون بها إلى الله عز وجل. الأضحية كذلك لها وقت شرعي معتبر، لا يجوز التقدم في فعلها قبله ولا يجوز إيقاعها بعده. فالأضاحي يبدأ وقتها من بعد صلاة عيد الأضحى، إذا فرغ الإمام من صلاة عيد الأضحى فيبدأ وقت ذبح الأضاحي إلى آخر يوم من أيام التشريق، وهو اليوم 13 من شهر ذي الحجة. يكون ذبح الأضاحي في 4 أيام، سواء كان الذبح في النهار أو كان الذبح في الليل. كذلك من الأحكام عليه أن يعرف إن باشر ذبح الأضحية بنفسه أنه لا بد من التسمية، فالتسمية شرط في ذبح الأضحية. وهكذا يتعلم المسلم هذه الأحكام حتى يؤدي هذه العبادة على ما طلب منه في الشرع، وحتى يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم.